أهلا بك معنا على شاشة CNBC عربية، ونبارك لكم بداية هذه النتائج الإيجابية التي استطعتم أن تحققوها خلال هذه الفترة. وأود أولا أن أسألكم فيما يتعلق بالنمو الذي شهده البنك فيما يتعلق بمحفظة القروض، أين كان التخصيص بشكل أكبر، للأفراد أم للشركات؟ السلام عليكم سالي، and it's a pleasure to be with you. السلام عليكم سالي، ويسرني أن أكون معكم كالعادة. نحن نفتخر بأداء بنك رأس الخيمة لنصف الأول من هذا العام. سجلنا أعلى نمو في القروض في جانب القروض للشركات الذي نما ب 20%، وأيضا كنا قد سجلنا نموا كبيرا في إقراض شركات صغيرة متوسطة الحجم ب 2.3 مليون درهم لرواد الأعمال وشركات صغيرة متوسطة الحجم، وأيضا نمو سجل حتى في التمويل للأفراد على وجه الأخص في القروض العقارية والرهن العقاري الذي تخطى 10 مليارات درهم. نعم سيد أحمد، يعني اللافت لدينا أيضا بشكل كبير يعني خلال هذه الفترة التخصيص الذي كان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الدعم الحكومي الذي عم نشهده اليوم بالنسبة لمشاريعكم التوسعات وأيضا التسهيلات التي يتم تقديمها. كيف ترصدون أيضا زيادة هذه التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ بالنسبة لنا كما تعرفون بأن بنك رأس الخيمة كان رائدا في توفير الخدمات المصرفية، ونحن كنا قد فتحنا 10,000 حساب لشركات صغيرة المتوسطة الحجم، 2.3 مليار درهم قروض لشركات صغيرة المتوسطة الحجم، ليس فقط لرأس المال التشغيلي بل أيضا كقروض وتمويل تجاري وإلى ما هنالك. نحن فخورون جدا أنه في قطاع هذا 56% من الحسابات التي قمنا بفتحها للشركات الناشئة التي قد تم إنشائها خلال السنوات العشرين الماضية الأخيرة. ونحن نفتخر أيضا أن 17% من حسابات شركات صغيرة متوسطة الحجم هي للرائدات الأعمال من النساء، وهذا قطاع ينمو بشكل كبير في دولة الإمارات. نعم، يعني اللافت لدينا أيضا الأرباح التي تم تحقيقها، وفعليا يعني ليس فقط على صعيد بنك رأس الخيمة وإنما القطاع المصرفي استفاد الفترة الماضية من ارتفاع دخل الفوائد. اليوم إن كنتم ترصدون للارتفاع الذي شهدتموه في الأرباح لدخل الفوائد تحديدا كم كان، وفي حال أيضا ما نترقبه من توجهات أيضا البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة، برأيك كيف سيكون لها تأثير على النتائج في الفترات المقبلة بالنسبة للنصف الثاني؟ هذا سؤال جيد جدا تقومين بطرحه دون أدنى شك، أن هذا القطاع بأكمل قد استفاد من أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن بالطبع جزء كبير من النمو الذي سجلناه كان قد أتى من إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة والنمو في ميزانيتنا العمومية، إضافة إلى زيادة القروض. الودائع قد نمت 20% أيضا، وهذا يعتبر ارتفاعا مهما جدا، كما وأيضا بدأنا بتوفير التمويل المصغر ومنتجات جديدة كحسابات الأسكرو للشركات العقارية وللعملاء، فبالتالي نسبة كبيرة من النمو مبنية بالطبع على المخصصات التي تم وضعها للمنتجات الجديدة ونمو في الميزانية العمومية. نتوقع بالطبع أن أسعار الفائدة هي اليوم عند أعلى مستوياتها وسوف تبدأ بالانخفاض، إلا أنه لدينا نطاق عمل متنوع جدا، وبالتالي لن نشهد أي تأثيرا كبيرا لخفض أسعار الفائدة هذه على أداء بنكنا لنهاية هذا العام. طب في ظل يعني هذه الارتفاعات أيضا في الأرباح والأرباح القياسية التي تحققونها، ماذا بالنسبة لسياسة التوزيعات النقدية وما تعدون به المستثمرين في البنك؟ إن بنك رأس الخيمة كان في السنوات 17 الماضية الأخيرة حريصا على اعتماد سياسة قوية لعائدات أصحاب وحاملي الأسهم والتوزيعات النقدية. سوف نحذو نفس هذه السياسة ونقوم بتطبيق نفس السياسة التي طبقت في السنوات الماضية، ونستمر أيضا أن نأخذ بالاعتبار ما الذي يحصل. نحن لدينا 20% في العائدات على الأسهم لأصحاب الأسهم في
البنك، وبالتالي نمو كبير. نحاول أن نخلق هذا التوازن بين متطلبات رأس المال والتوزيعات النقدية لكي يستمر البنك بالنمو وتوفير العائدات لأصحاب الأسهم على المدى البعيد. يعني فعليا هل سنشهد زيادة في التوزيعات النقدية خلال الفصول المقبلة أيضا؟ هذا أمر ليس بإمكاننا أن نفصح عن تفاصيله لأن مجلس الإدارة يقوم بأخذ القرار بالنسبة له، وهذا بموافقة البنك المركزي. نقوم بتوزيع التوزيعات النقدية للمساهمين بشكل فعلا منصف، ونحرص على أن المساهمين يحصلون على العائدات المناسبة لاستثماراتهم. جميل. سيد راحيل، يعني اليوم لو نظرنا للإنفاق الرأسمالي، كان لديكم تركيز بشكل كبير على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وغيرها. اليوم الإنفاق الرأسمالي، توسيع أو زيادة عدد الفروع وتوسعاتكم وحصتكم السوقية اليوم كم تبلغ؟ نحن نستثمر بنسبة كبيرة جدا في التكنولوجيا، في بيئة العمل والأدوات المستخدمة في بيئة العمل هذه، والعمل على توفير تجربة أفضل لجميع العملاء. ونحن معدل استثمارنا لسنوات الثلاث الماضية الأخيرة هو 2.5 مرات مقارنة بما أنفقنا قبل الجائحة. وبالتالي كما سبق وأشرت، فنحن لدينا عمل على تحسين تجربة العملاء، تحسين البيانات والتكنولوجيا، إضافة إلى الاستثمار في الموظفين والموارد البشرية والأدوات والموارد المتوفرة لهم. لقد حرصنا أيضا على الاستثمار بشكل كبير جدا في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ونأمل بأن هذه الاستثمارات ستأتي بالعائد المناسب في الوقت القريب. يعني تقريبا كم تقدرون بالنسبة لعوائد هذه الاستثمارات من هنا إلى نهاية هذا العام، يعني في عام 2024؟ بالنسبة إلى التكنولوجيا، هو استثمار مستمر لأن هذا الاستثمار مبني على تجربة العملاء. ولكن إذا ما نظرنا إلى تكلفة إلى الدخل، هي أقل من 35%، نحن عند 33.6%، إضافة إلى أننا ننظر إلى نمو الأنفاق مقارنة بنمو الدخل، والميزانية العمومية كان فقط عند 3%. وبالتالي هذا يشير إلى أن الاستثمار الذي نقوم به في مجال التكنولوجيا يقودنا إلى زيادة النمو بشكل سريع في البنك وبتكلفة متدنية جراء الرقمنة. وبالتالي هذه التكلفة متدنية، والفارق بين الدخل الذي نما ب 10% والإنفاق الذي نما ب 3%، يمكننا أن نلاحظ إنتاجية التكنولوجيا والاستثمارات التي أتت بعوائدها. سيد رحيل، كان لديكم مؤخرا إصدار لأدوات مالية لسندات بحدود 600 مليون دولار، اليوم التوجه لاستخدام هذه السيولة، كيف سيتم رصدها أيضا في التوسعات، وأيضا هل من نية لإصدار المزيد من أدوات مالية في الفترة القادمة؟ نحن نفتخر بأننا قمنا بإصدار أول سند اجتماعي ب 600 مليون دولار، وذلك وفقا لبرنامج الـ EMG لبنكنا في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط. نحن فخورون جدا على إصدار السند الاجتماعي، وكما أشرتم أنتم، فنحن نلاحظ بأن هذا التمويل سوف يساعدنا على زيادة النمو في ميزانيتنا العمومية. إجمالي الأصول قد نمت من 86 مليار، اليوم تخطينا 80 مليار، وبالتالي نحن من خلال هذا التمويل زدنا الأصول، وسوف ننمو أو ندعم هذا النمو. هذا النوع من السندات وإصداره سوف يساعدنا على تحقيق هذا النمو، وسوف نستمر بإصدار هذا النوع من السندات في المستقبل لتمويل النمو. إذن تنوون الاستمرار في إصدار هذا النوع، لكن كم القيمة المتوقع أن يتم إصدارها في الإصدار اللاحق سيد رحيل إن أمكن؟ كم ترصدون تقريبا للجمع؟ نحن لدينا عدة خيارات للتمويل، وسوف نختار الخيار الأمثل الذي بإمكانه أن يلبي الاحتياجات. ونحن نشكر سيد رحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، والذي كنت معنا أولا في التعليق على نتائج البنك. شكرا جزيلا على وجودك.